واحد بيقول هل من الممكن ان نقول ان ادم دفع ثمن خطيته بسقوطه الى الارض بغض النظر عن رجوعه للسماء دفع الثمن المسيح على الصليب؟ لا، سقوطه على الارض مش هو ثمن خطيته. هو قال لي يوم تاكل من الشجره موتا تموت. اذا خروجه من الجنه مش هي العقوبه، العقوبه موتا تموت. وفي موت ادبي وفي موت روحي وفي موت ابدي. وهنا يجي حكايه صليب المسيح الذي انقذه من الموت.